كيف الشباب اليوم؟ اليوم رح أقول لكم التكنيك الصحيح لتمرين الدمبل رو اللي هو دمبل المنشار للظهر. بس قبل ما نفوت بالفيديو بدي منكم بس تفعلوا جرس التنبيه موجود على حساب الانستغرام فوق مشان يوصلكم إشعار أو نوتيفيكيشن بس نزل فيديو جديد. طيب هذا التمرين كتير مهم لعضلات الظهر، بيشغل الجناح وبيشغل نص الظهر، العضلات تحت الترابس، ممكن كمان الترابس يشتغلوا شوي، بيشغل الكتف الخلفي وكمان الساعد والبايسبس. طيب شو الأخطاء الشائعة بهذا التمرين؟ أول خطأ شائع الوضع لما تيجي ترفع الدمبل، يعني بتقدم ناس، في ناس بتقدم رجلها قدام وإيدها لورا، بتحصر حالها بوضع سيء. أول شيء لازم تعمله تقدم إيدك لقدام شوي بهذا الشكل وبترجع رجلك لورا، تعطي حالك مجال، هي أول خطوة. طيب الخطأ الثاني تنية الظهر لتحت، يعني في ناس بتمرن هيك تتني ظهر غلط، لازم ظهرك يكون جالس، المؤخرة طالعة لفوق، الصدر مفتوح لبرا وظهرك جالس، راسك لقدامك، هي هي الوضعية الصحيحة. أوكي؟ الخطأ الثالث رفع الدمبل بالبايسبس، يعني هيك، هذا كتير بيصير، العالم بتمرن البايسبس أكثر من الظهر. لازم ترفع الوزن بكوعك، هذا هو التمرين، يطلع كوعك فوق ظهرك وتنزل لتحت. الخطأ الرابع انك ترفع الوزن بكتفك، يعني هيك، لا ترفع الوزن بكتفك، هذا كتفك ثابت. فاذا التمرين بكل بساطة شباب هذا هو، ايدك شوي لقدام ممدودة، راجع لورا شوي، ظهرك جالس، ارخي ايدك لتحت، كتفك ثابت وبترفع الوزن بكوعك بهذا الشكل لفوق ظهرك بس وبتنزل لتحت. هذا هو التمرين بكل بساطة. هذا كل شيء اليوم، أتمنى أن أفيدكم هاي الفيديوهات، يا ريت تعليق جميل على الكومنت إذا عجبكم الفيديو، أشوفكم الفيديو الجاي.